اليوم بدي اعرفكم على صديقنا ومتابعنا غياس شرفنا بهالبي ام دبليو 435 ل 2014 عليها كثير اغراض حلوه، في احلى من هالضو اللاد، من بعدها عندنا الجريل كلوسي بلاك سنسر امامي، شوفوا ما احلى تومبونيل ام، جونت الام 19 انش وطبعا السلندرات والديسكيت محدثين للام، وين وكيف ما نطلع لوجو الام، شوفوا مرايه الام ولا احلى من هيك، والاحلى واحلى بتفتح على الكهرباء وكاربون فايبرز، السحبات حلوين المميزين، الفريم تبع الازاز كلوسي بلاك تفتحه بتدور على البصمه، جونت مسح البرمي، شوفوا ستوبات اللاد والشفره، سنسر وكاميرا على الاريات والشارك فيوزر، اعملوا برمي حوالي هالسيارة المميزة واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. اشرح لنا انت الي وللمتابعين شو عامل لهالانجن. ان 55 اوريجينال، في علي ستيبريت ام 2 داون بايب بورلا افتر ماركت اير انتيك، سيارة علي مثلا يعني هلا ما نسمع صوت نغم مميز. يلا سبورت باكج وريكارو ولونه اسود، كت الميثانول عنده الشاشه هون، شوفوا هالستيرنج ويل درزه الام، يا اهلا وسهلا بالام بيرفورمانس، مالتي فانكشن ستيرنج والشيفترز كمان بالكربون، كت كاربو راكب بكل السياره، كبسه السعاده نعم موجوده، الشاشه الكبيره اللي بقلبها النافيجيشن سيستم، هوب توب ركبنا اريال نشوف السنسر والكاميرا، هيدي الماوس طبعا الكبيره، الكم عندي مفاجاه بقلب الصندوق، تفضلوا شوفوا ووتر ميثانول كت يا احلى شباب، وما تقبلوا الا سنو بيرفورمانس، اعملوا منشن لصاحب النصيب لطلبه 435، حلوه ومميزه، ما عنده الا حل واحد، يتواصل مع الرئيس غياث، مثل ما دائما بنقول الله يبعد دربات ويهني صاحب النصيب. صوره ورقمه لغياس عنا على الويب سايت تركين موتورز.com.